أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. في آخر أسئلتها تقول: ما حكم المال المدخر لشراء منزل؟ هل تجب فيه الزكاة؟ وما نصاب زكاة المال؟ وهل يجب مرور الحول عليها حتى إذا اكتمل هذا النصاب في اليوم الذي يوافق حلول الحول تؤدى فيه الزكاة؟ نعم، إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة، لأنه مال زكوي تم عليه الحول فتجب فيه الزكاة. وإن كان قد أعده لنفقة أو أعده لبناء بيت أو غير ذلك، أو لزواج أو غير ذلك من حوائجه، فإنه يزكي بأن يخرج منه ربع العشر. والنصاب هو ما يبلغ مقدار 56 ريالا بالفضة من الريال السعودي المعروف، فما بلغ هذا الحد أو قابل قيمته من العملات الأخرى أو الورقية فإنه هو النصاب، فيزكيه وما زاد عليه إذا تم عليه الحول لإخراج ربع العشر أي 2.5%. نعم.